كثيرة هي التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة. قد تغدو زيارة ترامب في جولته الأولى خارجيا إلى المنطقة الحدث الأبرز والذي عليه نرتكز في حوارنا لهذا اليوم. كثيرة هي التحليلات والسيناريوهات التي يتم طرحها أساسا من خلال هذه الزيارة. غياب التركي بشكل مباشر عن هذه القمة، دواعيها، أسبابها، وما الذي يعوض غياب أردوغان الذي تعمد غيابه في هذه القمة التي استضافتها الرياض بحضور الرئيس الأمريكي. في الميدان كثر الحديث عن واقع المصالحات وواقع الإنجازات وما يجري، هل لذلك انعكاسات؟ وما سيرده أيضا علينا واقع التحالف الإسلامي السني ما بين قوسين كما تدعوه الرياض، أو الناتو العربي أساسا الذي سيتم تشكيله؟ من هي الدول التي ستكون ضمنه، وأي دول ستقاطع في المرحلة القادمة؟ أهم التطورات التي قد تجلبها هذه التحركات من المملكة العربية السعودية للمنطقة ولسوريا بشكل خاص على وقع ما يجري من جولة الرئيس الأمريكي في هذه المنطقة. أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الإخبارية السورية إلى هذا الحوار الخاص والمباشر والذي نفرده بشكل كبير بهذا الحوار عن واقع ما ستحمله لنا قمة الرياض أو ثلاث قمم التي استضافتها المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي ترامب. هذه التطورات وانعكاساتها على سوريا نتحدث عنها مع ضيفنا في هذا الحوار الخاص دكتور فايز الصايغ، عضو مجلس الشعب السابق. سيادة النائب مرحبا فيك. سابق. شكرا لك. مرحبا بك سيادة النائب. أبدأ معك مباشرة برأيك، وأكيد تابعت زيارة ترامب للمنطقة. أهم حدث في هذه الزيارة واقع القمم الثلاثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية. سوريا لم تكن غائبة، حاضرة وبقوة في هذه المملكة. تحليلاتك وأيضا واقع ما استنتجته من خلال هذه الزيارة. هو طبعا سوريا حاضرة، وسبق أن حضرت سوريا اجتماعا ل 120 دولة في العالم عقد في باريس تحت عنوان أصدقاء سوريا وأصدقاء سوريا. مر على هذا المؤتمر الكوني الكبير الذي استضافته فرنسا ست سنوات، لم يتبدل في موقف سوريا قيد أنملة، لكن تغير عدد الدول التي شاركت. نعرف كيف بدأ ونعرف كيف انتهى، وهذا أيضا سوف يبدأ بهذا الرقم وسينتهي برقم. توقعات أولا واحدا. طبعا في ناس باستثناء الذين يؤتمرون بالعصا. من تقصد؟ كل الدول المنضوية تحت خيمة الأمريكية اللي ظنت أنه أمريكا تحمي عروشهم بهذه الطريقة، بما فيها مصر. مصر أعتقد لن تكرر هذه الجلسة، وإذا كررتها بما فيها مصر. مصر لا يمكن، عشان ما نتوزع كثير، مصر لا يمكن يعني تناور على خط التماس. سنتحدث عن الدور المصري بعد قليل، تناور على لكن خط واقع هذه القمة. نعرف طبيعة تكوين الشعب المصري. فيما عدا قمم كثيرة عقدت ثنائية وثلاثية ورباعية و120 دولة. نحن على قيد البقاء وهم على قيد الزوال، ليس من باب المفارقات الكلامية، وإنما أهم المفارقات التي تفرض نفسها هي الأرض. لو قيد لهم لأسقطوا النظام من زمان، لو قيد لهم لفتتوا الجيش، لو قيد لهم لضغطوا بكل ما أوتوا من قوى الأرض. وبرأيك ما ضغطوا بما أوتوا من قوى الأرض؟ برأيك ما ضغطوا حتى هذه اللحظة بما فيه الكفاية؟ وما ذلك سوريا أصدقائها. سوريا لم تبقى وحيدة. لم تبقى واحدة. لكن اسمح لي سيادة النائب، أنا لم أسأل بالبداية
إن كانت سوريا ستبقى أم ستزول. هذا الأمر خيال لا يمكن أن نتحدث فيه. بقي لكن واقع هذه التحركات التي تجري سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي، هذا يعني أن الأيام القادمة هي أيام مواجهة صعبة الكثير يتحدث عنها. نتحدث عن إحدى هذه القمم تشكيل ناتو عربي، تحالف سني مع الأسف لهذا المصطلح. هل لهذا التطور أي انعكاس على واقع سوريا؟ ونعرف تماما بأن هذا الهدف لن يكون له أمر آخر بعيد عن سوريا بشكل مباشر. خلال القمة وما بعدها وأثناءها قيل الكثير من مثل هذا التصورات المستقبلية. أنا برأيي هذا كرنفال السقوط. كرنفال السقوط، كرنفال السقوط لمئة سبب وسبب. واحد، أنا أمريكا لو كانت تستطيع أن تفرض إرادتها وبالقوة لفرضتها منذ اليوم الأول، حصل في العراق وحصل في ليبيا وحصل في أماكن أخرى. يكفي أنها استنزفت كل هذه الدول. لو كان لأمريكا ومن معها أن تحتل أجزاء واسعة من سوريا وأن تحاصر النظام وسلطاته ومؤسساته الرسمية في مكان ضيق لفعلت منذ زمان. نحن في السنة السابعة. نحن في السنة السابعة. في السنة السابعة لغتنا أقوى من اللغة التي كنا نطلقها سواء كان في السياسة أو في الإعلام من البدايات. لدينا تجربة هائلة، لدينا مخزون من المعلومات عن الإرهاب الذي يضرب في كل أوروبا، واليوم ضرب، امبارح ضرب، واليوم ضرب في مانشستر لندن. في النهاية هذه الدول لا يمكن أن تواجه إرهابها، مع أننا نقتل إرهابهم على أرضنا وبدمنا. نقتل إرهابهم على أرضنا وفي دمنا. طيب. لا يمكن لها أن تواجه إرهابا حقيقيا، ليست عملية هنا وعملية هنا، إرهابا حقيقيا دون اللجوء إلينا. طيب. لسببين. سبب الخبرة، خبرة المعارك التي خاضها خبرة سوريا، خبرة الميدان في كل مقاييسه. طيب. الخبرة في معالجة الإرهاب المعسكر بطريقة حديثة، بطريقة غير مسبوقة، بطريقة التي ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون عليها بهذا الشكل الرهن. الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أقول الولايات المتحدة الأمريكية فأنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وكل الذين يؤتمرون بأمرها. خبرة المعلومات، ديفيد بن مدري مين من بريطانيا، إذا كان إرهابيا فنحن لدينا معلومات عنه. بدون ما أذكر أنا في موضوع المخابرات، هل هذا كافي لمواجهة ناتو عربي إسلامي سني تطرحه الرياض؟ هم بحاجة إلى معلومات لاستباق الحدث. تنقصهم المعلومات؟ أعتقد. عم تتحدث عن أكثر من 30 دولة ممكن تكون مشاركة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، بحكي عن مو بس عن الدول، عن إرهابي الدول. هم كانوا يعرفونهم قبل مغادرتهم من بلدان أوروبية، يعرفون أن هذا إرهابي خارج عن القانون ومطلوب للعدالة، لكن ليس عليه ذنب مباشر يتيح للشرطة إلقاء القبض عليه وإيداع السجن ومحاكمته. ما في ذنب. خرج، سهلوا له الخروج، لكن كيف يعود؟ أولا ما بيعرف انه مات ولا بعده على قيد الحياه عنا، تنقصهم المعلومات. ما بيعرف انه نحو معتقل عنا وادلى باعترافاته ولا لا، تنقصهم المعلومات. ما بيعرفوا اذا غادر سوريا بتاريخ كذا عن طريق تركيا وهو الان في مكان اخر، وعليهم ان يحضروه من اي مطار قادم من مطارات العالم. هم يعني وضعهم الان يؤمنون على ارهابيهم المحصورين في الساحة السورية والذين يقارعهم الجيش. طيب عظيم، بس ما جاوبتني بشكل مباشر سيادة النائب، ردود الفعل أو على الأقل انعكاسات تشكيل الناتو العربي على سوريا تحديدا بالأيام القادمة. خلينا نكون واقعيين شوي، ستواجه سوريا مخاطر جديدة عربية إقليمية على رأسها مخاطر تضعها المملكة العربية السعودية أولى أولوياتها، أم أن هذا الموضوع هو مجرد هوبرة مثل ما عم تحكي بطبيعة الحال، وهو الأمر الذي أنا شخصياً أستبعده بطبيعة الحال عن هكذا تحالف تحشد له المملكة العربية السعودية؟ أنا ما بقول هذا التحالف مانو خطير. طيب.
إذا كنت بدي يكون موضوعي بمعنى أنه أنا يعني أحكي في الجانب الآخر، جانب مش جانبي أنا كواحد سوري محلل هون سوري وشايف الخريطة السياسية والعسكرية وكل تداعياتها، الجانب بدي أحكي بالجانب الآخر. شو هو الجانب الآخر؟ الجانب الآخر دول استعمارية تاريخها معروف، مرتبطة بالأجندة الإسرائيلية معروف، الولاء العرب أسفروا عن وجوههم والتطبيع مع إسرائيل وهي كلها وسخروا ما لهم، كل هذا الكلام كل هذا يؤدي، لكن فيه له جانب آخر. أنا بدي أحكي بالجانب الآخر، يطلع واحد يقول بهذاك الجانب تلاقوا. أنا بقول أنه هذا كرنفال السقوط لا يعني أنهم في السنة السابعة قادرون على تحقيق ما عجزت دول العالم عندما كانت الحبة الأولى تضم الجميع، وفي البدايات ونحن شبه مباغتين بما يحصل. نحن خلال 7 سنوات قدمنا أرصدة لصمود بلدنا وصمود جيشنا، وبعد التحالفات الجديدة اللي صارت على الأرض السورية وأصدقائنا كثر في العالم، هذا كرنفال السقوط وليس لبعد هذه القمة أي أثر آخر لأي إجراء ثاني، لأنهم فتحوا الأفق على مصراعي. كرنفال السقوط هو أمر يحتمل الكثير من التحليلات أساساً. لو سمحت لي سيادة النائب، من هي الدول التي تتوقع أن تنضوي بشكل قوي تحت هذا التحالف، ومن هي الدول التي قد ترفض؟ أبرز هذه الدول مين؟ بكل التحالف اللي حصل أبرز دولة، عم نحكي عن أكثر من 50 دولة إسلامية، عم بحكي أنا على الأكثر. جغرافيا بدها تكون قريبة، تعداد جيش بده يكون موجود في متناول المنطقة. تعداد جيش كيف تقصد؟ تعداد مين عنده جيش؟ سعودية؟ وبرأيك المعركة في هذا التوقيت معركة تعداد جيوش أم إمكانيات أسلحة؟ إمكانيات مالية ما بتعمل شيء، نحن دولة محاصرة ومحاربة ومستهدفة طيلة السنوات 7 الماضية. كيف إمكانيات مالية ما بتعمل شيء؟ ما بتعمل شيء غير شراء سلاح. من يستخدمه في السعودية؟ شراء سلاح ما بيكفي. من يستخدمه في السعودية؟ السعودية إلى سنة ونصف في اليمن. إلى سنة ونصف في اليمن ما سمعت من ترامب كلمة وعد إنه أمريكا تطلعها من اليمن. طيب، ما استنزفت أمريكا قدرات تريد. اليمن؟ أمريكا تريد. ما استنزفت قدرات اليمن سيادة أمريكا نائل. بس هاي الفكرة، أمريكا تريد ابتزاز السعودية حتى الرمق الأخير مع بقائها في اليمن. طيب، هاي خلاصة الجميع عم يتحدث فيها مع بقائها في، لكن أن نقول بأنه الإمكانيات المالية والتحشيد بالأسلحة لا يشكل شيء، بنحط أكثر من خط أحمر تجاه هذا الكلام لو سمحت لي سيادة النائب. حطوا الخطوط اللي بدكم إياها، ما عندي مشكلة، أنا بعطي رأيي وأنت بتعطي رأيي، وحقك أنت تأخذي كل هذا المدى. لا أنا عم حاور بالنهاية، حضرتك بالنهاية حقك لازم تطلع اللي ممكن يطلع من عندي، وهي وظيفة مهنية أنا أحييك عليها وأنا بنكار وبنمانة. ليه لأن هلأ 7 سنوات نقاوم بالإرهاب ولا منتهي في سوريا؟ مو لأنه في إمكانات عندهم؟ معناها الإمكانيات المالية بتعمل شيء. المال والسلاح وأنواعه، بما فيه الكيماوي، بما فيه الطيران اللي بلا طيارة، بما فيه السند المساند اللي لهم للي عندهم طيارات، زائد السلاح الذكي يلي عم يتم استخدامه أساساً، تقنية الصواريخ التي تطلق من أماكن خارج الجغرافيا السورية وغيرها، كل هذه الأمور تشكل خطر وخطر كبير في المرحلة القادمة. إلى أي حد تعتبر أن هذا الخطر زائل بالمرحلة القادمة القريبة؟ عم نتحدث من سيستخدم الدري في المنطقة؟ من سيستخدم الدري في المنطقة؟ سلاح الدري، ما عم بحكي عن السلاح الدري، عم نحكي عن السلاح الذكي. ذكي فكرت دري، لأنه دري مدمر لحليفتهم وربيبتهم، لذلك أننا خايفين من السارين اللي طيب. نحن سلمنا. المهم بدي أرجع للقوة، خليني بس على هاي النقطة تحديدا، بما أنك اعتبرته كرنفال السقوط، التحالف الناتو العربي أو الإسلامي السني اللي عم تروج له الرياض ما إجا محض صدفة،
يخطط له من أشهر جدا طويلة. بالشهر الأول من عام 2017 تم طرح اسم الجنرال رحيل شريف وهو العميد الباكستاني المتقاعد أساسا في الجيش الباكستاني ليكون هو القائد الأول للناتو العربي. خلفية رحيل شريف معروفة، أن يزج الجيش الباكستاني من جديد في تحالف جديد بهذه القوة له دلالات، شو هي برأيك؟ أنا برأيي كل الدول المنضوية تحت هذا التحالف إذا كانت ستشارك في مثل هذا التجمع فالمشاركة رمزية وشكلية. من هي هذه الدول؟ بما فيها مصر، بما فيها باكستان، بما فيها كل الدول حتى التي تؤتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل أن أمريكا لم ترسل جنديون واحدا، هو قال لسنا في صدد الدفاع عنكم، دافعوا عن أنفسكم، بمعنى لملمة، بمعنى هذه الدول بالأصل هي يعني في كثير من مواقفها الميدانية والسياسية والمالية كانت تشترى وتباع بما فيها مصر. طبعا حتى اليوم سيادة النائب، مصر الآن وضعها حرج جدا كما قلت، يسير على خط التماس الكهربائي. وضع الداخلي الاقتصادي سيء، من يومين قفز الجنيه، قفز الدولار إلى رقم غير مسبوق، من 6 إلى 12 إلى 13 مدري إلى 17، هذا بيعمل انعكاس خطير على مصر. مصر رقعة جغرافية خضراء على الأد، لكنها صحراء كبيرة تعتمد على البقاع الخضراء اللي هي الدلتا. مصر مديونة ومصر لا تطعم نفسها. أنا عم بحكي عن سوريا. سوريا حتى اليوم وبكرة واللي بعده تطعم نفسها وشعبها وتتبرع للجوار. تتبرع للجوار؟ إذا كان في ضرورة، إذا في كارثة أكثر من كارثتنا. بعد 7 سنين حرب حتى هذه اللحظة مستمرة سوريا نعم في هذا الأمر؟ نعم، سوريا الآن بما تملك الآن بغض النظر عن المناطق المسيطر عليها والتي يجري تحريرها قادر على الوقوف على قدميها وأن تطعم مواطنها. عظيم. حتى الآن لم يتوقف راتب لمدة شهر واحد في كل الأزمة أو يتأخر. شو السر برأيك سيادة النائب؟ السر أنه الدولة بالأصل غير مديونة، تعتمد على مواردها، عندها قبل الأكل والشرب عندها مخزون وطني هائل. قبل الأكل والشرب الرهان على، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي ما قدرت كل الدول الإقليمية والدولية استنزافه، الرهان على انهيار المعنويات عند الناس والامتثال للانشقاقات المطروحة والصراعات والفتن الموجودة. رهان بعد 7 سنوات تطلب الشعب. طيب قشرة تطلبت أن يغيب أردوغان عن قمة تدعو لها المملكة العربية السعودية يثير إشارات استفهام بالنسبة لك سيادة النائب؟ لم يدع على وجه صحيح. كيف لم يدع؟ دعي لهذه القمة أكثر من 50 أو قائد هو بحاجتها دولة إسلامية. هو بحاجتها لكي يناور على الطرف الآخر. بمعنى؟ من موقع القوة. بمعنى؟ بمعنى أستانا ماشي فيه بلا إذا كان موجود. شو الرابط بين أستانا ووجوده في قمة مثل الرياض؟ تدعي للرياض. رابح الحق. رابط؟ الرابح هو الحق. ما عم بحكي عن الرابح، شو الرابط بين أستانا وأنه يكون متواجد بقمة مثل قمة الرياض؟ بيحضر أستانا بنمط مختلف، بقوة أكثر، ضمن خلفية طروحاته التي حاول خلال أستانا سلسلة أن يعرقل فيها الحل. وليس لهم خيار. برأيك ما السبب الأساسي هو الزيارة الفاشلة اللي قام فيها أردوغان لأمريكا؟ واحدة منهم. مؤشر. مؤشر. لم يعطيه يعني لم يأخذ الضوء الأخضر كما يجب كما يتمنى. في مسألة الأكراد وغيره. طيب هل من مصلحة التركي أردوغان تحديداً أن يكون على خلاف أو إشارة خلاف مع ترامب حتى يقاطع قمة الرياض بعدم حضوره؟ بالمبدأ ليس بيده، هو منضوي تحت تنظيم الإخوان المسلمين، والإخوان لهم موقف من موقف تاريخي، والحوارات التي أجريت مع السيد الرئيس بشار الأسد تطرق إلى هذا الأمر مرارا. عندما كنا في ذروة الصداقة كانت جل اهتمامه من القمم التي عقدها مع الرئيس بشار الأسد أن يفرج عن الإخوان المسلمين.
أو أن يضع لهم خريطة الطريق إلى السلطة أو أن يشركهم. هذا الكلام أصبح واضحا. إذن هذا الرجل لا يملك رؤية وطنية تركية، لا يضع مصالح تركية الأساسية. كل الإخوان المسلمين في العالم حتى لما حكموا بمصر فترة من الزمن، أنا بعرف إنه الإخوان المسلمين المسجونين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهم أسرى، بعض هؤلاء لا يسلمون على أسير شيوعي أو أسير ألماني. رؤيتهم ما فوق الحدود المجتمع الإسلامي فقط. إذا الحالة الوطنية عند تركيا مفقودة. هو يرى الحالة الوطنية عند تركيا ولا عند الحزب الحاكم في تركيا ولا على النظام التركي عم تتحدث؟ عند أمريكا التركية الراهن الحاكم، الحزب الحاكم المسير. بس هو حزب إخواني بالنهاية. إبن أردوغان حزب الإخوان المسلمين، سميه ما شئت، في تركيا العدالة والتنمية، في مكان آخر الإخوان المسلمون. هاي ايديولوجيا لا يستطيع الخروج منها، مثل ما انا ما فيني اطلع من ايديولوجية البعث العربي الاشتراكي. هذا بحث ثاني. انا بقول هلا مثلا فيني اقول على الهواء دون القيد والشرط اللي انت صوريته عن اساسا الطوالب. المقارنة كثير بعيدة حتى قاربت بهاي الطريقة. لا، هاي قومية عربية ما فوق السوري، ما فوق الاردني، ما فوق المصري. أنا بدي أحكي عن سوريا فقط وناشد الناس إنه اهتموا بسوريا وسيبوني من القومية العربية، بكون خرجت عن الهدف أمة عربية واحدة ذات رسالة. أنا أقول قووا سوريا مشان تكون الدخول على العروبة من جديد فيما بعد الذي حصل لنا من العرب شارع وحكومات. أنت بتتهم الشارع والحكومات؟ صح. لا مو بتهم، شارع وحكومات بميز لك بيناتهم. بين بتتهم الحكومات التي تورطت إيه، بس ما بتتهم الشارع. هذا موضوع تاني نسلط عليه إذا بدك شوية ضوء. لساتك مآمن بدور العروبة؟ أنا حاليا إذا كنت مؤمنا بالقومية العربية، وأنا من نعومة أطفال قومي عربي بمعنى باتي، يعني واحد من القدماء، صرت مو الجيل الأول ولا الثاني، بس أنا من الراهنين الآن اللي هن بدون مفاتيح الحزب. أنا أعتقد حالي من القدماء، ولي الشرف أن أقول يعني وفق التعبير الدارج معلمون بالقدم مش بالعمر ولا بالقدر. بالقدر كلهم لهم قدر، لكن إذا أنا فعلا بعد هذا الامتحان بدي العروبة عن جد، بدي قوي سوريا، بدي الإسلام الصحيح، لازم اهتم بسوريا، لازم ترجع سوريا أفضل مما كانت عليه برؤى أخرى مختلفة لمفهوم القومية العربية، لمفهوم الأمة العربية الواحدة، غير هذا المفهوم السائد الآن. ليه؟ لأنه نحن 7 سنوات كان المصري بعدوان الثلاثي بيومين الشوارع السورية كانت معه تضغط على الحكومات السورية لكي تقف موقفا وطنيا مع مصر، وهذا حصل. طيب الحكومات تآمرت ونحن نذبح من الوريد إلى الوريد، والشارع مو هذا الشارع اللي أنا ناطره فيه حركات. أوكي مشكورين. مو الشارع اللي ناطره كيف؟ شاطر الشارع اللي بي 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 بيسكر الدنيا دفاعا عن سوريا، لأنه آخر معقل للإسلام والقومية العربية هاي واحدة. اثنين، الشارع اللي بيضغط على حكومات وتتخذ قرارات حقيقية مع سوريا، مو بالسنة السابقة. عن أي شارع عربي؟ السنة الأولى. هذا اللي بدي أقوله. لو سمحت لي، عن أي شارع عربي؟ الليبي الغارق بالإرهاب اللي عم يتعرض له، واقع ومطامع الدول الكبيرة، نتحدث البريطانية وغيرها، نتحدث عن الشارع التونسي الذي يتحضر الآن لثورة الثورة كما يسمى، نتحدث عن الشارع المصري الذي يعاني في الداخل ما يعاني، نتحدث عن العراقي المنقسم داخليا، نتحدث عن اللبناني الذي لم يستقر حتى هذه اللحظة، أم عن الأردني الذي لا نعرف حتى هذه اللحظة عن أي هوية نتحدث فيه؟ معك حق، ولكن لما يكون الشارع العربي عندما صار العدوان الثلاثي على دمشق على مصر أغنى من وضعه الآن، ولم تكن إسرائيل في حياد، ولم تكن أمريكا يعني في غير أهدافها، لا بريطانيا ولا فرنسا ولا إسرائيل. عظيم. طيب لو سمحت لي، الشارع العربي يفترض أن يكون نبضه مع السوريين، لأنه إحنا شعب
هلا يفترض شيء والواقع شيء، طبعا هذه تمنيات وممكن تكون موجودة أساسا، لكن الواقع ما يعيشه الشارع العربي على اختلاف جغرافيته وعلى اختلاف أيديولوجية حكوماته تختلف في هذه اللحظات. على أمل، بنضل عم نحكي على أمل، لكن خليني انتقل لمحور جدا مهم أساسي بهذه الحلقة، أن يتحدث ترامب ويقول بأن الجولة القادمة هي لمصر. هي أي رسالة؟ هي أن يقول ترامب بأن الجولة القادمة له خارجيا ستكون مصر. لا، في صداقة شخصية، في علاقة قديمة، في السياسات والمصالح صداقة، قولا واحدا في السياسات والمصالح صداقة، قولا واحدا وفي صداقة شخصية. لست في موقع أقول إلى أي مدى هذه الصداقة وما هي نوعيتها وكيف توظف الآن وما هي نتائجها، هذا موضوع سابق لأوانه، بس يمكن التأشير إليه. يمكن برأيك ما ممكن يكون هي محاولة لإشارة من الرئيس الأمريكي بأن الثقل الإسلامي ليس متركز فقط في المملكة العربية السعودية، قد تكون مصر أيضا ثقل إسلامي كما هي تركيا ثقل إسلامي حسب ما يتم الحديث عنه دائما أساسا؟ السعودية خلص ثقلها، السعودية انتهى ثقلها، الثقل تبعها انتهى خلص، الثقل هو المال بالنسبة لترامب. وما خلص المال السعودي؟ أخذ المال، من فوائد زيارته ومن فوائد أنه أخذ المال، سواء كان المال تبع التوقيع والمليارات أو الهدايا. يعني بتعتبر 600 مليار دولار هي كل الخزينة السعودية؟ لا، لكن في خزينة الحقد السعودي كان عنده استعداد كل الخزينة يحطها مواجهة سقاط النظام السوري كله في أي اتجاه. برأيك لسه ما وضعها؟ حاول، فشل. فشل قديش؟ قدم إغراءات للروس أكثر من اللي أخذه ترامب مرات. مهم مهم هذا الوارد والصادر للخزينة السعودية التي بدأت بيع أسهم أرامكو وبدأت التضييق على المواطن المرتشى بالصمت. المهم هاي الكتلة النقدية اللي أخذها ترامب وأخذها حيرجعها أسلحة مثل ما حكينا في البداية غير قادر حيرجعها أسلحة، ويبقى تساؤل كيف سيتم توظيف هاي الأسلحة، كيف يمكن استخدام هذه الأسلحة والجغرافيا المسموحة لها وين؟ وهذا حكينا فيه برأيي ما لا يستطيع، والمرتزقة ليسوا مؤتمنين عليها. لكن هون بهالحالة المال عم ينشال من خزينة استهداف سوريا، لأنه كل الخزينة السعودية مسخرة لاستهداف سوريا إذا ما تمكنوا، فهي راحت من الواجهة. طيب هاي على صعيد المملكة، بمصر شو بده ترامب؟ شو اللي رح يحصده من الزيارة؟ مصر دولة عريقة ومهمة، وخط التماس اللي حكينا عنه المكهرب يخفف إلى حد كبير إذا استطاع استثماره الرئيس المصري من الفجوة القائمة بين الغرب والشرق عموما وبين أمريكا والمنطقة خصوصا، والأهم كيف هذا الرجل، هذا الكيان، هاي المنطقة الجغرافية تسهم في تأمين أمن إسرائيل بشكل أو بآخر. إسرائيل في خطر. لحظة، هي نقطة جدا مهمة ذكرت، لتأمين علاقة الغرب بالمنطقة اعتبرتها جسر، هي أيضا النقطة اللي راح يتم من خلالها تأمين أمن إسرائيل. بدي بالغ شوي وقول قد تكون مصر واحد من مفاتيح إيجاد حلول، أو بمعنى آخر إقناع سوريا بعلاقة مع الغرب. علاقة مع الغرب كيف؟ مع الغرب وأمريكا، لأنه في فجوة، والفجوة لا تستقيم. هن الآن لا يجروا، أو بالأحرى لا يجدوا بدا الغربي أن يخاطب سوريا مباشرة للحصول على معلومات.
أو لتدوير الزوايا. قد تلعب مصر هذا الدور، أقول قد، قادر على قد نرى السيسي في دمشق وليس غريبا. نرى السيسي في دمشق مثلا، تحليلات احنا قلنا نقول اللي منخمنه واللي منتصوره، ونرى أردوغان في دمشق أو لقاء سوري تركي في مكان ما بمعرفة الروس أو على حواف الحدود تمهيديا، أو رجالات من هنا ومن هناك بهدف التنسيق. بصراحة ما بعرف قديش رح يتفقوا معك بهذا التحليل. أنا كاست ماي شباب. طيب لبين ما نطلع لفاصل صغير رح يجهز لنا يعني المخرج بعد قليل حتى تاخذ كاسة ماي، بس خلينا نسأل بتفصيل جدا مهم أيضا في الدور المصري. هل يتوقع أن تلعب مصر دور عسكري في المرحلة القادمة غير السياسي اللي كنت عم تتحدث عنه؟ لا معنى للسيسي ولا معنى للجماهير التي طالبت بالسيسي ولا معنى للجماهير التي أسقطت حكم الإخوان المسلمين إذا لم يكن السيسي قادر على أن ينهض بمصر وينهض بالأمة العربية بشكل أو بآخر أي طريقة كانت. لم يؤتى بالسيسي، هذا الجمهور ما جاء بالسيسي ليبدل السيسي، ليبدل المرسي بالسيسي. مو هذا الهدف تبع المصريين. المصريين لن يتنازلوا عن دورهم في ظروف وفي مراعاة وفي كسر مكسر وفي عض أصابع وفي كله مش في سوريا اللي شغل العالم. وسبب شغلان سوريا مو لأنه سوريا هالبقعة دورة في هاي الهيمنة عليها سهل، أواكس 3-4 أواكس بتحرقوا بشكل دائم بسماء سوريا إذا أتيح للأواكس الأمريكي أو السعودي أن يكون، انتهى الموضوع. ما هي يعني عقدة، لكن في هذه الدولة التي ستعلم شعوب الأرض الصمود والثبات والمبادئ والأخلاق، كل ما تبت كل ما تمسكت سوريا يوم واحد بالإضافة للأيام السبع سنوات الماضية، بكرة واللي بعده واللي بعده، وهذا مستمر، هي إنقاذ لشعوب الأرض طريقة أو بأخرى. عظيم، رح نأخذ فاصل وملفنا القادم إيران. إذا فاصل ونعود. اهلا ومرحبا بكم من جديد. اعود وارحب بالدكتور فايز الصايغ عضو مجلس الشعب السابق، اهلا ومرحبا فيك من جديد. بفضل اعلامي سوري لانه اكثر دواما من اي عضو في اي مكان جبت ريدي اعلامي. برايك بترفض انك؟ لا يشرفني عضو مجلس الشعب. طيب طبعا، بس هيك نوع من الرساله لل بتفضل انك تكون الاعلامي والكاتب اكثر من عضو مجلس الشعب السابق. عضو مجلس الشعب 4 سنين اعلامي كل عمري. فرق كتير كبير. كل عمري إعلامي، نجحت وفشلت وأنا بس بعدي بالكار. عظيم. بدنا نتحدث عن إيران وهي الحاضر دائما في كل قمة في كل اجتماع، كان ثنائي أو ثلاثي إقليمي أو دولي. كان النقطة المشتركة الوحيدة يلي نستطيع أيضا أن نتحدث عنها في موضوع زيارة ترامب للمنطقة هي إيران. إيران إلى أي حد تشكيل تحالف ناتو عربي لا يستهدف فقط سوريا وإنما يستهدف إيران، وإلى أي حد تعتبر بأن إيران قد تخشى ما تخشى في المرحلة القادمة من أي حشد أمريكي جديد سياسي، ولا نتحدث عسكري لو سمحت لي أنا دكتور؟ كتير حلو السؤال، لأنه كنت حاطط في ذهني عنوانين حول هذا الموضوع. أنا برأيي ما راح يعني بالغ شوي لانه
كل ما حكينا حتى بالإعلام السوري وقت نطلع هيك بعد هذا الشباب انه انتم البعثيين عندكم نمط، عندكم قاعدة، عندكم مفردات، عندكم اوكي. هلا نحن كل سوريا عندها نمط واحد، نمط وطني موجود، واللي سقط المؤامرة هو هاي الحس السادس اللي يمكن انا وحضرتك حاكم فيها على هو مرة او انا وحدا اخر، انه اذا كان اذا كان الانسان عنده خمس حواس في كل بلدان الارض عند السوري ست حاسة سادسة الوطنية سابقة زمانها مولودة ماشي معه بالتربية بالتنشئة من هو طفل من عند امه اول صرخة من بطن امه يعني بيتهد في نمط من بالعلم بيقولوا انه الولد جوات في الرحم يسمع ايقاع هذا الايقاع يساعده على النطق فيما بعد. وفي كثير من الأمهات بوشوشون أو حدا بوشوش بدربه إذا كان في شيء من هالقبيل بالصدفة فالسوري مسيس هو بطن أمه على الوطن الوطنية الحالة الوطنية. كل السوري دون استثناء؟ ها؟ كل السوريين دون استثناء؟ لا طبعا كل بيئة لها وسط ثقافي، واحدة بتنقل أولادها فعل ترك أبوك اللي جابك، واحدة بتنقل أولادها يعني هاي بيئات لذلك طلع من عنا بيئات حاضنة وبيئات موجودة وبيئات أخذت باتجاه التيارات الأخرى والانقسام والهجرة وكله يعني هذا موجود. وهذا اللي أنا بقوله إنه على سوريا أن عندما تنتهي وتنتصر وتحقق إنجازها أو نصرها الناجز أن تعيد بقى بناء سوريا بمفاهيم تجعلها قادرة في المستقبل على حماية القومية العربية، تجعله قادرة في المستقبل على تسويق إسلام بلاد الشام اللي نحن عمرنا ما شفنا فيه فرق بين سني وشيك إطلاقا. ولا هلا لا هلا نفس الشيء بعد 7 سنين اللي بدي أقوله إما سوء تخطيط أو غباء بمن حدد موعد القمة العربية الإسلامية الأمريكية أو سوء تقدير أنها تزامنت في يوم كانت فيه إيران تخوض امتحاناً ديمقراطياً أمام العالم كله، 42 مليون مواطن على الصناديق بانتظام وبحشد وبأناقة وبنتائج والصراع بين عمامتين، عمامة إصلاحية وعمامة دينية متشددة. دينية لا إصلاحية أيضا بس غير متشددة يعني. والتقارب اللي كان موجود بين المرشحين بيخلي احتمال فوز المرشح الثاني على الأول والأول على الثاني. قدمت إيران هذا المشهد لراعي الديمقراطية في العالم وحرية الإنسان وحقوق الإنسان صاحب نصف الحرية الذي ينصب على الشعوب. لكن برأيك هي مصادفة أن تعقد كلا الحالتين في ذات التوقيت؟ لا من زيارة غير لم يؤخذ فيها زيارة غير؟ زيارة ترامب للمنطقة. أنا برأيي لم يضع مخططو هذه الزيارة الحدث الإيراني في المقدمة. وإذا كانوا بيعرفوا وتجاوزوا بيكون في جهل سياسي أو تعمد للتغطية على ما يجري في طهران سحب أنظار العالم ما أدر سوري. أنت تزور الآن مع أنت وزوجتك وابنتك بمنتهى الأريحية والسفور، مسموح لك سفور وحدك لم يسبق أن سمحوا. أوكي لا سبق وسمحوا لهيلاري كلينتون عندما زارت المملكة العربية السعودية غير هزاروا لبس من الغربيين والمصافحة. ما بدي وقف عند المشكلة، بدي وقف عند العقلية. بس هو مش من المملكة العربية السعودية، ما بدي وقف عند انهم يصافحوا او ما يصافحوا، موضوع المصافحة قائمة عندهم. ممكن بدي احكي على العقلية. الامرأة التي لا تقود سيارة، الامرأة التي يفتيش شيخها منذ ايام على واحدة من القنوات العربية المدعومة سعوديا، افتاءات لا حصر ولها، ومنها أن يأكل زوجته إذا ما جاع. ما لنا فيه، أنا بحكي عن ثقافة عما وصلنا
عبر داعش والمفتين والعرعور وغيره وغيره وكل هذا، انه هذا البيئه من وين اجوا ال21 بني ادم الذين فجروا ابراج نيويورك. كم سعودي منهم؟ في فيلم اخر مسوق الان في الكونغرس عم بيسالوا رجال متخصصه سين جيم ليوصلوا لنتيجه ان هذا الفكر الوهابي هو الاساس في الارهاب القادم. ايه بس انا كنت عم بسال عن ايران بشكل مباشر دكتور. ايران بهالحاله، ايران قدمت نفسها دوله ديمقراطيه حره مستقله، في نفس الوقت ليست بحاجه لاستيراد السلاح من الفردي حتى الاس 300، عندها منظومتها الدفاعيه في السعوديه لا يوجد. عسكريا ما بيقدروا تهديد ايران، خلينا نكون واقعيين، سياسيا غير قادرين على محاصره ايران مره جديده. الاتفاق النووي الايراني لحد هذه اللحظه لم يتم تنفيذ كل بنوده بكل الاحوال، لو سمحت لي. امريكا من فتره فرضت عقوبات جديده على ايران، هذا الحصار الجديد السياسي والاقتصادي وغيرها على ايران الا يشكل عامل ضغط في المرحله القادمه؟ لا، عامل ضغط موجود ومستمر من الاصل، من الحملة الانتخابية لترامب بلشت عوامل الضغط، حتى قبل حتى أوباما اللي يعني في زمن أوباما توقع بلش الضغط، بعدها والإفراج عن الديون ما حصل بالمنيح واللي حصل على جزء من الديون الضغط ماشي. طيب لو سمحت لي، لكن لم يعد بإمكان إسرائيل أن تلعب كثيرا على حبل النووي الإيراني، لأن اتفاق الأمريكي الإيراني يصعب كثير إلغاءه. الكثير عم يتحدث بأنه المرحلة القادمة هي محاولة سحب إيران، إشغال إيران والضغط على إيران لمحاولة سحبها، فصلها، إبعادها قليلاً عن الملف السوري. إلى أي حد وبصراحة وبواقع أساساً خلينا عم نتحدث قادر المجتمع الدولي أن يسحب إيران كما يتمنى؟ أنا عملك مهنياً بقدرك تقول اللي بدك إياه، شوي بدك مني واقعية، بمعنى أني ماني واقعية، أنا عم أقدم ما أراه وأنا شايف هيك الواقع، واحد من الواقع. الضغط اللي عم تتعرض له إيران للابتعاد عن سوريا أكثر منه تعرضت سوريا للابتعاد عن إيران. في المرحلة عم تحكي في مرحلة الحرب، أما في المرحلة السابقة؟ سابق ولاحق. وقدمت يعني جوائز ترضية كثيرة لسوريا كي تبتعد عن إيران، كثيرة. وأنا قرأت كولن باول وقرأت المحاضرة اللي نشرت عن طريق سامي كليب في كتابه، حجم الضغط اللي تعرض فيه الرئيس بشار الأسد في اللقاء المطول الذي حصل في حضور كولن باول وفريقه، الضغط الذي حصل لإغلاق على الرئيس حافظ الأسد، رئيس بشار الأسد، وهو انذار غورو الأمريكي الذي حمله كولن باول، والذي لو استجاب الرئيس لإغلاق المكاتب فقط، مكاتب حماس التي طعنتنا في الظهر، وكلهم طعنونا، اللي طعن كثير من الأمور يعني أخذت زوايا مختلفة ومناحي مختلفة. ليه ما أعطينا؟ لأنه في قضية فلسطين في المقدمة، نحن ننتمي إلى هذه القضية وفي مقدمة من يدافع عنها. إذا كانت الثورة الإسلامية في إيران منذ اليوم الأول أعلنت تبنيها للقضية الفلسطينية وسلمت سفارة إسرائيل إلى الفلسطينيين واعتقلت ما طالتهم يد الطلاب في مظاهراتهم في ذلك الوقت من الأمريكان، وجرت محادثات، دخلت سوريا في ذلك الوقت وساهمت في نتيجة علاقتها مع إيران، ساهمت بالإفراج عن الضحايا عن الرهائن، والرهائن كان مسلسل وكلهم أطلقوا من دمشق بوساطة سورية.
نحن إلنا أيادي بيضاء على أمريكا حتى في الإرهاب، حتى بعد 11 أيلول وقبل 11 أيلول. أيادي بيضاء حتى بعد 11 سبتمبر، أيوه. كيف يعني؟ موجود أيضا عندما قد تعاونت لجان سورية أمريكية على تبادل المعلومات وتم تجنيب مواطنين أمريكيين حوادث محققة ومؤكدة كانت ستحصل لو لم نتعاون أمنيا. من هون تيجي ضرورة الدولة العظمى الكبرى للتعاون مع سوريا، وهم يعترفون، موجود هذا الكلام أيضا بالمحاضر وبالوثائق وبمراكز التحليل الاستراتيجية تبعهم، أن سوريا أنقذت كثير من المواطنين الأمريكيين بينما السعودية قتلتهم. أي موضوع يرفد موضوعات أخرى وتأخذ بين الاعتبار، مش شرط تكون يعني بالميزان. أعطيني لأعطيك. طيب. باعترافهم هذا الأمر حصل، وفي المستقبل إذا ما يعني اختلفت الموازين إلى حد ما هم بحاجة إلينا أكثر من حاجتنا إليهم. هم بحاجة لنفط في أي مكان، نحن ثالث دولة منتجة للغاز في العالم مجرد ما خرجنا من المحنة. طيب لو سمحت، انتهى الوقت تماما ب 30 ثانية. المرحلة القادمة على سوريا مرحلة أصعب سياسيا عسكريا أم أسهل سياسيا عسكريا؟ كل الذي تحقق الآن على الصعيد العسكري والجغرافي رفع منسوب أستانا على السياسي، وبالتالي أستانا رفع منسوب جنيف للسياسي. مقارنة بسيطة، مع وفد اللي أنا يعني كثير بخجل من نفسي لما بقول المعارضة المسلحة، المعارضة لا يوجد في معارضة مسلحة في العالم كله. طيب أنتجت الحرب السورية معارضة بشكل جديد، المعارضة التي مارست الإرهاب. في مشهدهم الأول في جنيف 1، مشهدهم في جنيف 6 و7 القادم، وهذا يعني مشهد كل القوى التي تقف خلفهم. الأرض أرض سورية، لا يمكن أن يقف الجيش السوري عند عقبة واحدة على الأرض السورية. هذا مسلم فيه دكتور. المرحلة القادمة أصعب أم أسهل؟ لا، قطعنا الأصعب. قطعنا الأصعب. بشكرك دكتور فايز الصايغ على تواجدك معنا بحلقة حوار خاص خلال هذا الملف اللي تحدثنا فيه. شكرا جزيلا لك وحضرتك الإعلامي وعضو مجلس الشعب السابق. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدي الإخبارية السورية. الأسبوع القادم ملف جديد، ضيف جديد. كونوا على الموعد. كل الرحمة دائما لشهداء سوريا من مدنيين وعسكريين. بإمان الله. بتشكرك.